الأمطار التي شهدتها بعض مناطق الدولة بعد ظهر اليوم تراوحت ما بين المتوسطة والغزيرة، وقد تركزت في المناطق المفتوحة لها، وقد صاحب هطول الأمطار رياح شديدة وبرق ورعد، وجرت على إثر هذه الأمطار بعض السيول، وامتلأت الشوارع والمناطق المنخفضة بمياه الأمطار والتي تعرف بأمطار الروايح، وعاد ما تتواصل مثل هذه الأمطار حتى نهاية شهر سبتمبر. وكانت قد تشكلت سحب ضبابية في فترة ما بعد الظهر، سرعان ما تحولت إلى سحب رقامية نتيجة الحرارة الزائدة، مما أدى إلى اصطدام الخلايا الرعدية واشتداد الرياح السطحية، مما نتج عن ذلك الهطول الكثيف للأمطار في مناطق مرغم والهباب والمرموم والسيلي والعوير ونزوة ومحافز والهير والقوع والبداير والفاية. أمطار الروايح تأتي ضمن نظام مناخي صيفي، وتتكون السحب الركامية في فترة الظهيرة، وهو الموسم الفعلي لفصل الصيف، والذي عادة ما ترتفع فيه درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية، وقد ساعد في تراكم السحب اشتداد سرعة الرياح الشمالية الشرقية المحملة بنسبة عالية من الرطوبة، مما يزيد من التكاثف الرأسي للسحب، وبالتالي تستمر المدة الزمنية لهطول الأمطار. وتتركز عادة فوق المناطق القريبة من الجبال، فهي الأكثر حظا لتساقط الأمطار نظرا للطبيعة الجغرافية، حيث تشهد جريانا للسيول والأودية بعد تعمق الكتلة الممطرة لتلك المناطق. هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا أحيانا وغائما جزئيا بوجه عام، وتزداد السحب تدريجيا ظهرا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية، قد تمتد على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة على المناطق الداخلية والغربية، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا. وقد كانت هذه اللقطات بعدسة الزميل حمد ناصر السويدي، الذي قام بجولة لتصوير الأمطار والفرحة التي عمت وجوه الأهالي مع تباشير أمطار الروايح. اللهم اجعلها أمطار خير ورحمة، صيبا نافعا للبلاد والعباد. اللهم آمين.